مرحبا بكم في فقرة كورونا وحياتنا. خلال فترة وجيزة انقلب المشهد الغذائي عالميا وفق دراسات حديثة أجريت بعد تفشي فيروس كورونا، وما فشلت برامج التوعية الحكومية والدولية في تحقيقه على مستوى ضرورة خفض نسبة تناول الوجبات السريعة وزيادة الاعتماد على الطعام الصحي بات أمرا قائما. تبدلت أشكال هذه المطاعم وهندستها بفعل المخاوف من فيروس كورونا. هي ليست وحيدة، فالنمط الغذائي ووجبات الطعام تغيرت أيضا. مع تفشي الفيروس عالميا، سارعت هيئات الأمم المتحدة إلى تقديم النصح والإرشادات غذائيا عبر وصفة بسيطة عنوانها تناول الأكل الصحي وغير المكلف ماليا. هي وضعت في الاعتبار صعوبة الحصول على أصناف معينة لإعداد وجباتنا اليومية أو فقدان الموارد المادية لشراء المنتجات الغذائية نتيجة الإغلاق أو خسارة الوظائف. أبحاث عالمية كثيرة أعدت لقياس كيفية تعاطي مجتمعاتنا خلال الأزمة مع مفهوم الغذاء. اتجه كثيرون لإعداد الطعام في منازلهم ليس بسبب ضائقتهم المالية، بل بسبب إقفال المطاعم التي يرتادونها أو المخاوف من شراء الوجبات الجاهزة تقول الأبحاث، والأمر يشمل دولا عديدة ومن بينها بريطانيا وأستراليا. لسبب أو لآخر أعاد فيروس كورونا الملايين إلى السلة الغذائية الصحية وفق محركات البحث العملاقة، وازداد الاعتماد على العصائر الطازجة والفواكه والخضر لمن أتيح لهم الحصول عليها دون عناء يذكر. فتحت تدابير الإغلاق وانتشار الوباء في الولايات المتحدة شهية الأمريكيين بنسبة 40% استنادا إلى المجلس الدولي لمعلومات الغذاء، كما ارتفعت نسبة محبي الطعام الصحي المنزلي أمريكيا هذا العام بحدود 80%. في إيطاليا التي عانت الأمرين نتيجة كورونا، بدت الصورة مشابهة غذائيا إلى حد كبير مع ما سبق، واعتمد أكثر من 37% من الإيطاليين خلال الإغلاق على الطعام المنزلي وكل ما يتصل بالطبيعة غذائيا مع الابتعاد عن الوجبات السريعة. حول هذا الموضوع من لندن تنضم إلينا الدكتور نادين حيدر، أخصائية التغذية والمتحدثة الإعلامية الرسمية لاتحاد التغذية البريطاني. مرحبا بك يا دكتور نادين معنا. ربما هي من الإيجابيات القليلة التي نلمسها للفترة الماضية وجائحة كورونا التوجه نحو نظام غذائي صحي أكثر، فبرأيك هل هذا التوجه سيؤهلنا لتغير دائم أم مؤقت؟ في دراسات كتير كبيرة انعملت على هالشي بعلم السلوك، وتوضح انه العادات الخيارات اللي بنعملها بشكل يومي هي بتحصل بشكل تلقائي، ومعظمها بتحصل حتى باللاوعي، يعني ما بنفكر فيها، وهي حفظا لطاقة الدماغ لحتى ما نكون كل خيار عم نعمله بشكل يومي عم بيستنفذ طاقة كتير كبيرة. بفترة الكورونا صار في بيئة جديدة، صار في روتين جديد، وصار حتى في اهتمام اكبر بالصحة. فبأول أيام الكورونا بيكون في وعي كتير كبير، بيكون في إدراك للخيارات اللي نحن عم نعملها، وهون في كتير عالم مثل ما شفنا راحت للطبخ اللي هو كان بكتير من الأوقات أسهل. صحيح، اعذريني للمقاطعة، ولكن يعني هذا السلوك الذي تطور لدينا سواء بوعي نتيجة التحذيرات الصحية أو باللاوعي، خاصة في المجتمعات الميالة للسمنة كالولايات المتحدة كما ذكر في التقرير، هذا السلوك كم يحتاج من الوقت ليصبح نمط حياة أكثر من أنه تجاوب مع جائحة؟ نعم، هلأ حسب، في بعض العادات تنبنى بأسبوع وأسبوعين، في بعض تأخذ أشهر، وهون السؤال هو كيف حتكون شكل حياتنا بعد الكورونا؟ هل حنرجع لحياتنا القديمة مثل ما هي؟ هل روتيننا حيشبه روتيننا القديم؟ فمنرجع لهالبيئة وبترجع مع ممكن كتير ترجع للعادات القديمة، إلا إذا نحن فعلاً كان عنا وعي كتير كبير ومثل عملنا تمرين للدماغ إنه هو يكتسب أو يحافظ على هالعادات. شكراً جزيلاً لك دكتور نادين حيدر، كنت معنا من لندن، الأخصائية التغذية والمتحدثة الإعلامية الرسمية لاتحاد التغذية.